الكاتب والروائي سنان أنطون، أهلا بك في سينما بديلة. أنت من الأدباء القلائل الذين تتحول أعمالهم إلى أعمال سينمائية. هل يمكن القول بأن السيناريو هو فن قائم بحد ذاته ويجب أن يبتعد تماما عن الكتابة الأدبية مع الاحتفاظ بروحه، طبعا بروح النص؟ لا، بالتأكيد السيناريو هو جنس أدبي قائم بذاته، ويعني لكتابة سيناريو ممتاز يجب أن يكون الشخص ضليعا في الأمر، أما عن طريق الخبرة وعن طريق الدراسة أو الممارسة. طبعا هناك في النهاية هو نص أدبي أيضا، فهناك تقاطعات مع نصوص أدبية أخرى، لكنه جنس أدبي قائم بذاته. وربما إشكالية الكثير من المخرجين وبالذات العرب برأيي أنهم أحيانا لا يتركوا مهمة كتابة السيناريو لشخص كاتب سيناريو محترف، ويصرون على أن يكتبوا السيناريو بأنفسهم وأنفسهن، وهذا يؤدي إلى مشاكل. لكن طبعا هذا لا يمنع وجود مخرج يكون في نفس الوقت كاتب سيناريو ممتاز. ما مدى التعاون المطلوب بين صاحب النص الأدبي وكاتب السيناريو؟ هذا يعتمد على شخصية المؤلف والمخرج. يعني مثلا هناك مثال فيلم باب الشمس ليسرى نصر الله المبني على رواية إلياس خوري، وكان هناك تعاون بين الاثنين في كتابة السيناريو. هذا يعتمد على الاتفاق. هناك من يقول من الروائيين لا أريد أن تكون لي أي صلة بالموضوع، ويترك الأمر لكاتب السيناريو. مثلا الروائي المصري سنعلى إبراهيم بالنسبة لمسلسل ذات، يعني لم يكن فيلما ولكن مسلسل تلفزيوني، وترك الأمر لكاتبة السيناريو، ونفذ بتصرف كبير. صحيح، لأنه هذا يعني أريد أن أعرج على هذه النقطة، أنه لا يمكن أن يكون السيناريو نسخة طبق الأصل من الرواية، وإلا لماذا يكون أساسا؟ ففي تجربة الخاصة بالنسبة لروايتي الأخيرة يا مريم، فتحني المخرج العراقي عدي رشيد برغبته في أن يحولها إلى فيلم سينمائي، وكنت سعيدا جدا بالطبع. واتفقنا في النهاية على أن يكتب السيناريو هو عدي برؤيته الخاصة، وطبعا بالتشاور معي إذا كانت عندي ملاحظات وهكذا، لأنه لدي قناعة كما قلت لك أن السيناريو المبني على الرواية هو قراءة للرواية، يعني فلا يمكن أن يكون نفس الشيء. وللسينمائي في نهاية الأمر رؤية تتعلق باللغة السينمائية والتي تختلف طبعا عن اللغة الأدبية. هل السيناريوهات المكتوبة لأعمال تجريبية قد تؤثر بشكل غير مباشر على النص المكتوب؟ ربما نصل إلى عدد كبير من الأعمال التي تحاول كسر التطور الخطي أو كسر السرديات التقليدية، ووصلنا إلى عصر في العقود الأخيرة الذي تتفتت فيه الأشياء ويتفتت فيه المركز، ونشاهد هذا في السينما وأيضا في الأدب يعني بكل تأكيد. وحتى في كثير من الروايات تأخذ صيغة السيناريو في الرواية نفسها، وتحاول أن تستخدم صيغة المشاهد السينمائية داخل الرواية نفسها. هل تعتبر ذلك ظاهرة إيجابية أن تؤثر فنون الفرجة على النص المكتوب؟ مرحبا بأي تأثير من أي مكان وبأي طريقة، إذا كان يؤدي في النهاية إلى إنتاج نص جماليته عالية جدا، ونص يغير نظرتنا إلى الحياة، ونص يعطينا شيء جديد. ربما العنصر الفاصل في هذه المعادلة هو المتلقي، كيف يتفاعل مع النص. صحيح طبعا، لكن المتلقي يعني نحن لا نريد أن المتلقي يختلف من متلقي إلى آخر. يعني بصراحة الجمهور التقليدي ربما لا يحب أن يخاطر كثيرا، ويحب أن يقدم له ما يتوقعه دائما. لكن عموما الفنان الطليعي، الفنان التجريبي، هو الذي يحاول أن يغير الذائقة أو يغير الذائقة، ويعني يفتح آفاق جديدة ويغير الجمهور، وهذا ممكن طبعا. سنان أنطون، شكرا جزيلا. شكرا لك.